السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيبقيتو مع صحيحه مزيان؟ اليوم جيتكم ان شاء الله بفيديو جديد ديال لي فولار. جبنا فولارات جدادين، زواقه جدادين، قلت نشاركهم معكم ان شاء الله باذن الله. وكيف ما عودتكم دائما كتلقاو الثوب ديالهم زيون نازل حرير، الثوب ديالو خفيف ونازل، كيصلح دو مي سيزون. انا عن نفسي كنجربهم. ومرحبا بكم البنات في داخل فاس، مرحبا بكم في المحل ديالنا بالضبط في فاس، واد فاس قرب مسجد عثمان بن عفان والحمام القديم كافي دلا فونتين. انا اون فاس ليها اثواب حرير دبي. ولي خارج فاس معكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معاكم. نمرة التليفون دائما صافي هي 0674151794. بالنسبه لهاد الزواقه هادي ديال لوي فيتون، التويب ديالك تبارك الله التويب ديالها مزيون حرير وفيهم عده الوان، غنشاركهم معكم عده زواقات. ومرحبا بكم، ثمن جد مناسبه بنات، فقط 50 درهم. اي فولاره عجبتكم مرحبا بكم 50 درهم. كاين كذلك هاد اللوين هذا نص زواقه ديال لوي فيتون، تبارك الله مزيون التويب ديالها حرير كيف ما وردتها شاركتها معكم، هي محلوله. وكاين كذلك هاد اللوين هذا الكري والنوار، نتمنى اللوينات تكونوا واضحين كيف ما انا كنشوفو مع الواقع. تبارك الله مزيونين التويب ديالهم فقط 50 درهم. واي لون عجبكم مرحبا بكم، ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معاكم. دائما نمرة التليفون تخليكم في صندوق الوصف. كاين تبارك الله هاد اللوين هذا، بالنسبه لهاد لي فولار كيصلحوا مع البلدي ولا مع الرومي، اللي معيش ما بغيتي تلبسوهم مع الجلابه ولا مع لي مونطون ولا مع التريكويات، تبارك الله كيجيو فنين وحرير نازلين فقط 50 درهم. كنحاول نوريكم اللوينات كلهم وكنشاركهم معاكم. وكاين كذلك هاد الزواقه تاهي فيها عده الوان، مرحبا بكم. اي لون عجبكم سكريني وتواصلوا معايا في الواتساب ونحلو لكم هكا الا بغيتو تشوفوه محلول وواضح، حيت انا كل واحد كيجيني في البلاستيكه ديالو ميمكنليش نحلو. تبارك الله فيهم اللوينات كلهم مزيونين، واي لون عجبكم مرحبا بكم شارك معكم اللوينات كاملين. تبارك الله التضخيم الاعلى، اي لون عجبكم مرحبا بكم سكريني وتواصلوا معايا في الواتساب، دائما كنرسلوا جميع الموديل. تبارك الله فيهم عده زواقات عده الوان فقط 50 درهم. شوفوا تبارك الله اللوينات ديال التضخيم، كنحاول نشارك معكم كل شيء باش حتى الى عجبكم شي لوين مرحبا بكم. طبعا كنرسلوا جميع الموديل. تبارك الله كاين اللي كيدي من عندي هكا بالتلوينه كامله، اي زواقه عجباتو تبارك الله كاين اللي كيدي من عندي كامله. تواصلوا معايا في الواتساب ودائما كنمرات كنخليكم في صندوق الوصف. ولي داخل فاس مرحبا بي في المحل ديالنا بالضبط في فاس، واد فاس قرب مسجد عثمان بن عفان والحمام القديم كافي دلا فونتين. انا اون فاس ليا اثواب حرير دبي، مرحبا بكم. تبارك الله دائما في الجديد، لا في لي فولار او لا في الشيلان او لا في التويبات قفاطن جلالب، يعني دائما الجديد. شوفوا تبارك الله هاد لي فولار كلهم فني فقط 50 درهم. اي فولار عجبتكم مرحبا بكم. شوفوا تبارك الله التضخيم على اللوينات، اللوينات اللي كيصلحوا تبارك الله دو مي سيزون. بعدا غادي تلبسوها مع شي جلابه في الغوزان ديال اولا في المخيطر اولا في البلونكاسي، تلعبوا ديك الساعات على الالوان اللي في لي فولار، تبارك الله كيجيو فني. مرحبا بكم البنات، طبعا 50 درهم لي فولار. واي فولار عجبتكم تبارك الله التوب ديالها حرير ونازل، محلات وحده اخرين كيديروا ب 70 درهم، انا فقط كنقول لكم هي 50 درهم تنبغيو نكسبوا الكليان. راه عارفين تبارك الله المحل مختص بالشيلان بالدرور بالجليلبات القمايس الباسي يعني والمضمات حتى المضام، تبارك الله كنجيبو فيهم. واللي كيلحقنا الوقت كنصورو لكم، اللي ما كيلحقناش الوقت تبارك الله كنبيعو غير في المحل ديالنا. هو تبارك الله 50 درهم. اي فولاره عجبتكم مرحبا بكم، تبارك الله اللوينات فنين ديال التضخيم. هانشوفو تبارك الله على اللوينات وعلى زويقات، اللوينات فنين اللي معيش ما بغيتو كتلبسو. هادي تبارك الله فيها البلو مارين والنوار ولوجون موطار، شوفو تبارك الله لوحة فنية ديال هاد اللوينات هادو، والتويب ديالهم حرير، التويب ديالهم نازل، وكيتلبسو دو مي سيزون، كيتلبسو في البرد وفي الصيف. أنا عن نفسي بتجربة كان هما اللي كندير منهم اللي عجبني، وعندي شي جليلبة هاكا كنديرو معاها كنخلي لراسي، تاهو تبارك الله كيجيو فني وكنلبسهم على طول العام، يعني ماشي هادي نصلح ونقولو صلح للبرد ولا الصيف، يعني كتلبس لا ديما كتلبس. اللي عزيز عليه الوانات مفتوحين في لي فولار تبارك الله، دابا كيجيو فيها الوانات الارضيه ديالهم مفتوحه بلون كاسي. شوف تبارك الله على الوينات وعلى زويقات، الوينات فنين. وكنبغي نشارك معكم البنات كلشي، ما كنخبى على الكليان ديالي حتى حاجه. كاين كذلك هاد اللوين هذا في الكرونه، شوف تبارك الله يصلح مع المارو مع الكرونه مع البلونكاسي مع الاورانج، اي لون بغيتي تلبسو معاه تلبسو. شوفوا الموف، الموف ديكرا ديال تبارك الله، اي باكيه كتلقاي فيها جوج ديال ثلاثه ديال لي فولار في داخل فيهم الموف، حيت اصلا الموف هو اللي دابا دارج لا مود،
شوفوا تبارك الله هذا المطاق الباج الكامل تلبسوه مع اي لون تبارك الله يجي كيحمق. شوفوا تبارك الله هذا مع النواغ مع البلونكاسي مع الباج شعر الجمال دعسلي مع المطاق. البنات كلهم اين نعجبكم مرحبا بكم، غير سكريني وتواصلوا معايا في الواتساب ونتواصل معكم. طبعا كنرسلوا جميع المدن. شوفوا تبارك الله على التضخيم وعلى الوينات، كنحاول نشارك معكم الوينات كلهم بتأني باش حتى يعجبكم شي لوين. هذا مع الزيتي هذا مع المطا الباج، ها هو الباج واحد الباج مفتوح الا كان تيبان لكم. كاين الوينات تبارك الله كلهم فني، دعوتني مع غري غري فونسي غري كلاش مع البلونكاسي، اي لون بغيتو تلبسوه تلبسوه. شوفوا تبارك الله على التضخيم وعلى الوينات، الوينات اللي خارجين دابا لاموط فقط 50 درهم، ما نبغيش نقول لكم 60 درهم 70 درهم كيف ما دايرين محلات واحد اخرين. تنجيب كنربح واحد البركه قليله حلال من الله باش كنكسب الكليان، والثقه الكليان دائما هي الاساس عند التواب حرير دبي. واخا تنغبر عليكم كناتيكم دائما بالجديد، السلعه الممتازه دائما الحمد لله كتلقاوها عندنا. شوفوا عاوتاني تبارك الله على الوينات وعلى الزويقات فقط 50 درهم، اي فوله راه عجبتكم مرحبا بكم، غير سكرينيو وتواصلوا معايا. شوفوا تبارك الله الزيتي البلونكاسي اي لون بغيتو تلبسو مع هاد الفيغ ميليتير لوينات ديال التدخين. شوفوا تبارك الله عاوتاني هاد الغوز انوي مع هاد لوينات هاد الغوز كاشيري تبارك الله لوينات فني. وبالنسبه لي هادو الشيلان غنشارك معكم دابا فهاد الاخر، هادو كلهم شيلان بقاو لي فيهم تقريبا شي 8 ديال لي الشيلان غنشاركهم معكم، كنبيعهم في المحل ديالي ب60 درهم. بغيت ان شاء الله في الشيلان غندخل شي حاجه جديده، وبغيت هادو اللي عندي غادي ندير لهم ليكيداسيون حتى هما 50 درهم. يلا اللي كيدير الشيلان يفرح معايا في هذا الفيديو هذا، فقط 50 درهم حتى هما غادي ندير لهم فقط في هذا الفيديو هذا، بينما ملي غندخل سلعه جديده حتى هي غادي ندير لها 60 70 درهم كيف ما موالفه كندير ليها. تنبغيو نكسبوا الكليان وكنبغيو نفرحوا الكليان ديالي كيف ما هما كيفرحوني بالبارطاج بلي جيم، ودائما كيمتعوني بلي كومونتير مزيونين حتى انا غنمتعكم بالاثمنه جد مناسبه. هادو ديال فاندي راه كيديروا 100 درهم في محلات واحد اخرين، وانا كندير لهم 70 درهم فقط غادي نشاركهم معكم 50 درهم. يلا غير لهم باش يتمتع، قلبوا الرسمه ديالهم غير باش نمتع الكليان ديالي. يلا اللي بغى شي حويجه مرحبا به، سكريني وصيفط لي في الواتساب ونتواصل معك. انا حل شي وحده باش نشاركها معكم، دائما تنبغي نشارك مع الكليان ديالي السلعه الجديده. ودابا هادو ديال فاندي ما عمرهم كيديموضاو، وبقاو لي فيهم واحد 6 ولا تقريبا شي 8 ديال لي شيلان شاركتهم معكم حتى هما فقط 50 درهم، ولي تقداو من عندي 70 درهم يسمح لي حيت كتبقى واحد البركه قليله كنبغيو نخرجوها قل من الرسمه لها، غير باش عاوتاني ملي كنجيبو الجديد ما كنبغيوش نخلطو حنا السلعه القديمه مع الجديده. مرحبا بكم، هذا الشال فقط 50 درهم حتى هو. يلا مرحبا بكم البنات، سكريني وتواصلوا معايا في الواتساب. دائما اللي عجبكم كنتي في مدينه فاس مرحبا بكم في المحل ديالنا بالضبط في فاس، واد فاس قرب مسجد عثمان بن عفان والحمام القديم كافي دلا فونتين انا اون فاس ليها. كنتي خارج فاس سكريني وتواصلي معايا في الواتساب. شوفوا تبارك الله تضخيم هادو كلهم هاد الاخرين شيلان فقط 50 درهم، يعني غير في هاد لا فيديو، بينما ملي غنجيب سلعه ان شاء الله وحدة اخرى جديده بالباكيه ديالها راه 70 درهم باش كنبيعوهم. يعني راكم عارفين الشيلان تبارك الله حتى هما تيكونوا وافين وماشي من داك النوع اللي مزموت، شيلان زايدين على الدرور. شوفوا تبارك الله التدخين اللي عجبك سكريني وتواصلي معايا في الواتساب، والسلعه جد محدوده البنات، يعني كيف ما كتشوفي بياسه بياسه ما عنديش منهم 3 و4، بياسه من كل زواقه وبياسه من كل لون. سكريني وتواصلي معايا دو كلهم شيلان. يلا نبغي نبرع الكليان ديالي، تنتوما ما تنساوناش البنات بلا جيم والبارطاج، اللي مازال ما تابوناش عندنا يتابونا عندنا ويفعل الجرس باش ان شاء الله تلقيتو دائما الجديد ديال اثواب حرير دبي. تبارك الله هاد الزواقه ديال فاندي غنيه عن التعريف، تبارك الله كتجي فنه، خرجوها في الجلاله وفي القمايات وخرجينها في الدرور، تبارك الله كتجي فنه. ومرحبا بكم انا دائما معكم مع الجديد والتنوع، مرحبا بكم البنات ما تنساوناش بلا جيم والبارطاج، واللي مازال ما تابوناش يتابونا عندنا ويفعل الجرس باش ان شاء الله بقيتوا دائما الجديد ديال اثواب حرير دبي. ومرحبا بكم انا دائما معاكم مع الجديد. شوفوا تبارك الله السلعه دخلتني ديال الدرور شاركتها معاكم، وهادو اللي ديال لي الشيلان اللي بقاو ليا واحد 8 تقريبا ولا 10 الشيلان شاركتهم معاكم فقط 50 درهم فقط في هذا الفيديو. وان شاء الله نتلاقاو فيديو قادم
مسؤول هنا يخطكم علينا وبيكم ان شاء الله مستمرين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.